ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن امير الصحراء والقائد رياض محرز وحب الجماهير السعوديه ليه، وطبعا هم بيقابلوه في كل مكان وبيرحبوا بيه ترحيب واسع جدا جدا جدا، وكمان هو بيوعدهم بالابداع مع نادي الاهلي السعودي ان شاء الله. رياض محرز. هاي جايز. هاي. مايكم تو ايفري ون. ويلكم ان جده، ويلكم ان الاهلي كلوب. ثانك يو ثانك يو، تشرفنا فيك يا رياض. ان شاء الله ان شاء الله الله يسعدك، وان شاء الله باذن الله نشوف منك الابداع، وانت مبدع اصلا. ثانك يو، شكرا لك. قالت يعني رياض شكله متوتر او شكله زعلان، يمكن علشان تايلور وميلا مش معاه، لكن ان شاء الله الايام القادمه هتكون ضحكته وما تفرقش وشه باذن الله تعالى. عشان كده الناس قالت ان هو يبدو ان رياض متغير شويه. ربنا يوفقه يا رب العالمين ان شاء الله في مشوار قادم باذن الله تعالى. وفقنا جميعا يا رب العالمين. حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد. السلام عليكم ورحمه الله.